السلام عليكم، معكم حوراء سنة ثالثة تمريض، واليوم إن شاء الله راح أشرح لكم Chapter 3 Lesson 10. اللسن ده بشكل عام راح نستكمل فيه Type of Chemical Reaction. عندنا بقى Type واحدة ما شرحت باللسن اللي قبل، وراح ناخد فكرة جديدة اللي هو Mole Relationships and Chemical Equation، يعني شنو العلاقة بين المول والكيميكال Equations، يعني شو الفائدة منها. وبعدها راح ناخد الماس كالكوليشن فور رياكشن اللي هو يعتمد على الفكرة اللي قبلها. فخلونا نبدأ ان شاء الله بالتايبز اوف كيميكال رياكشن البقية، له بقى لنا نوع واحد وهو الاكسيديشن اند ريدكشن رياكشن، او تفاعل الاكسدة والاختزال، او تقدر تسميها ريدوكس رياكشن. طيب شنو معنى أكسدة وشنو معنى اختزال؟ لها علاقة بانتقال الإلكترونات من العنصر للعنصر اللي بعده، فمن هو المختزل ومن هو المؤكسد وهكذا، يعني من اللي يسوي ريدكشن من اللي يسوي أكسيديشن وهكذا. فهو يقول لك electrons are transferred from one substance to another، يعني انه له علاقة بانتقال الالكترونات من العنصر الاول للعنصر الثاني، واحد منهم يساوي اكسيديشن وواحد يساوي منهم ريدكشن. مين راح نعرف الحين من خلال هذا الجدول؟ يقول لك الاكسيديشن معناها ايش؟ لوز اوف الكترونز، معناها هو العنصر اللي راح يفقد الكترون، هو اللي راح يعطي العنصر اللي بعده الكترون، فهو اللي راح يسوي اكسيديشن. أو تقدر تقول عنه gain of oxygen، يعني يكسب ذرة أكسجين، وهذه المهم فيها اللي هو increase in oxidation number، يعني مثلا كان الأكسيديشن number عنده صفر بعدها صار موجب اثنين مثلا، هذا صار له أكسيديشن لأنه فقد إلكترونين زاد عدد الأكسيد حقه فنسميه أكسيديشن. ونقدر نقول بما انه gain of oxygen تقدر تقول loss of hydrogen atoms، عادي يعني دام اكتسب اكسجين راح يفقد هيدروجين، فكل واحد. reduction العكس، reduction اللي هو الاختزال، gain of electrons يعني راح يكتسب الكترونات، وفيها loss of oxygen يعني راح يخسر اكسجين في المعادلة وكذا. decrease in oxidation number يعني شنو قصده؟ مثلا كان الاكسيديشن نمبر عندنا صفر بعدها صار سالب واحد مثلا، هذا صار له reduction، اي اكتسب الكترون، اي صار له decrease في الاكسيديشن نمبر، فهنا راح نسميه reduction. وتقدر تقول انه gain of hydrogen atom، بس المهم عندنا شنو معناها؟ انه الاكسيديشن هو loss of electrons، والreduction معناها gain of electrons. loss of electrons شنو معناها؟ معناها increase in oxidation number، زي ما شرحت بالمثال الصفر صار موجب اثنين، هذا increase. حتى لو مثلا كان الاكسيديشن number سالب اثنين بعدها صار صفر، هنا صار اكسيديشن نفس الشيء. ليش؟ لانه العدد سالب اثنين اصغر من الصفر وهو زاد، بما انه في انكريز معناها راح يصير اكسيديشن نفس الشيء، اذا كان اعطاك اياها كمثال ثاني. فبما انه loss of electron معناها increase in oxidation number، واذا قال لك gain of electrons معناها decrease in oxidation number، زي ما شرحت في ده المثال انه الواحد مثلا صارت سالب واحد، مثلا موجب اثنين صارت عندنا صفر، هذه صار لها reduction اي gain of electrons، ف يعني reduction لانه كان موجب اثنين وبعدها قل العدد صار صفر. احنا نركز على العدد فمعناها انه صار reduction، وهذا الفرق بين الاكسيديشن والريدكشن. شلون راح نطبق بالمثال؟ راح نطبق بالاكزامبل اللي اعطانا اياها. identify which is being oxidized and reduced in the following redox equation، اللي هو قالها لك هنا redox equation، يعني
في أكسدة وفي اختزال. مين اللي صار له أكسدة ومين اللي صار له اختزال؟ خلينا نبدأ بأول واحد اللي هو Na2Na+Cl2 يعطينا NaCl. هاي المعادلة موزونة طبعاً ما يحتاج نوزنها. نتأكد أولاً أن المعادلة موزونة ولا لا. إذا مي موزونة راح نوزنها. بما أنه هنا Na شنو عدد التأكسد حقه؟ هو عنصر نيوترال يعني ما اكتسب ولا فقد إلكترونات، فنقول أنه صفر. بعدها هنا في الناتج صار فيه فقد في الإلكترونات موجب واحد، فالن اي صار له شنو؟ صار له أكسيديشن. وبعدها نروح إلى Cl2 هنا صفر نفس الشيء لأنه عنصر نيوترال. بعدها نروح هنا بالناتج صار له سالب واحد، فهذا هو Cl صار له ريدكشن، فنقول Na أكسيديشن و Cl reduction، أي إنه ال Na صار له أكسدة بالعربي والCl هو صار له اختزال. نجي للمثال اللي بعده اللي هو Zn زائد CuSO4 عطانا Cu زائد ZnSO4. راح نحدد أول شيء نبدأ بالZn هنا صفر، بعدها هنا في المعادلة صار موجب 2 أي صار له أكسدة. بعدها راح نجي للCu لحالها يعني نمشي على واحد واحد، هنا Cu موجب 2 بعدها هنا صار صفر، فوش صار له؟ صار له ريدكشن. اوكي هنا في اضافة ما شرحت بالسلايد اللي قبلها، راح اشرحها في السلايد اللي بعدها اللي هو لما نعرض الناتج اللي هو الاجابة. فهنا نفس ما قلنا انه لان A صار له اوكسيديشن و Cl صار له ريدكشن بسبب الالكترونات او الاوكسيديشن نمبر. احنا راح نركز على الاوكسيديشن نمبر اسهل لنا. هنا في اللي بعد راح اشرح الزيادة، زي ما قلنا هنا Zn صار عندنا Zn موجب 2 اي صار له اوكسيديشن. اوكسيديشن بما انه صار له اوكسيديشن راح نسمي Zn ريدكشن ايجنت. ليش؟ لانه هو اللي سبب الاختزال للعنصر اللي بعده، مو او اي انه سبب اكسده، مو انه سبب اوكسيديشن، لا هو صار له اوكسيديشن، لكن بما انه صار له اوكسيديشن معناها العنصر الثاني صار له ريدكشن، فيصير Zn ريدكشن ايجنت. نجي للبعد اللي هو Cu معها الكترونين عطانا Cu متعادلة اي صار ريدكشن، لان عدد التأكسد انتقل من موجب 2 الى 0 صار ريدكشن. بما انه صار للCu ريدكشن معناها Zn صار له اوكسيديشن، فمعناها انه Cu اوكسيدايزنج ايجنت معناها العامل مؤكسد، اي انه سبب اكسدة للعنصر اللي معاه اللي هو الزنك. الزنك زي ما قلت صار له اوكسيديشن. مين الاوكسيديشن ايجن؟ اوكسيد عذرا الاوكسيدايزنج ايجنت هو Cu، لان Cu هو اللي سبب اوكسيديشن لزدن زي ما قلت، والعكس صحيح. بما انه Zn ريدكشن ايجنت معناها انه سبب ريدكشن لمن؟ للCu، خلاه يسوي اختزال. فراح نسمي هذه المعادلة اللي تحت اللي هو Zn S زائد Cu equals موجب 2 يعطينا Zn موجب 2 equals زائد Cu solid بدون شحنة
نسميها oxidation reduction reaction، أي تفاعل الأكسدة والاختزال. هذا هو الأصل من تفاعل الأكسدة والاختزال، إننا راح ناخد العنصر اللي صار له أكسدة واختزال. اللي صار له أكسدة راح نكتبه بدون إشارة أول شيء، اللي هو هكذا Zn في الحالة الصلبة، نضيف عليه اللي هو Cu، الأيون اللي هو Cu 2 موجب يعطينا اللي هو في الحالة الأكواس اللي هو محلول، راح تنتقل الإلكترونات من Zn إلى Cu، أي إنه Zn راح يصير له أكسدة وCu راح يصير له اختزال بالعربي. فنقول إنه Zn 2 موجب في الحالة المحلول زائد Cu solid اللي هو الحالة الصلبة. هذه المعادلة هي oxidation reduction reaction. نجي للبعد ال learning check. Watch the video then try solving the following problem. In each conversion indicate whether oxidation and or reduction is occurring. يعني يبغى يعرف من اللي صار له أكسدة من اللي صار له اختزال. هنا عندنا Na إلى Na عذرا NH3. لأن هنا عدد التأكسد حقه صفر، ننتقل إلى بعده صار عدد التأكسد عنده موجب 3، أي أنه فقط 3 إلكترونات راحت لهيدرات الهيدروجين. فراح نقول أنه شو اللي صار، عدد التأكسد من صفر إلى 3، إيش صار؟ صار oxidation. اللي صار هنا أنه النيتروجين صار له أكسدة لأنه فقد 3 إلكترونات إلى ذرة الهيدروجين. بعدها عطانا HCHO إلى HCOOH، صار عندنا إيش؟ صار عندنا هيدروجين، هنا عندنا هيدروجين 2، هنا 2 هيدروجين، هنا C1 هنا O، هنا 2 O. احنا قلنا من قبل انه اضافة الاكسجين معناها اوكسيديشن، ف اللي صار هنا برضو اوكسيديشن لان صار عندنا اكسجين زيادة. لو نكتب المعادلة كده HCHO زائد او ناقص 2 يعطينا HCOOH. لو نكتبها كمعادلة، هذا هو الاكسجين عندنا اضافة، فصار عندنا هنا اكسجين زيادة، فصير عندنا oxidation، لان عندنا gain of oxygen. لو اننا خسرنا ذرة هيدروجين في دي المعادلة راح نسميها reduction، لكن صار عندنا اكتساب في ذرات الاكسجين. وكذا خلصنا جميع انواع التفاعلات الكيميائية or chemical reaction. راح ننتقل اللي بعده اللي هو مول ريليشنشيب ان كيميكال ايكويشن، يعني شنو علاقة المولات بالكيميكال رياكشن. عندنا حاجة اسمها مول ريشيوز او النسب المولية. Identify how many moles of product are formed. شنو يقصد؟ يقصد انه النسبة المولية لأي مادة مركبين أو عنصرين أو مادتين يحدد لنا كم مولات تفاعلت أو أنتجت من عند certain amount of a reactant اللي هو المتفاعل.
يعني راح يحدد كم مول أنتج لنا. يعني السالفة سالفة عدد مولات، مثلا في هذا المعادلة، مثلا هنا بما أنه CH4 هو 1 مول من CH4 أنتج لنا مثلا 2 مول of H2O يوم تفاعل مع الأكسجين، وهكذا. هذه يسموها يعني لو نكتبها كنسبة يسموها مول ratios، أي النسب المولية، تتفاعل على مولات ثابتة. As well as a number of moles of a reactant needed to completely react. يعني راح نحتاج المعادلة الكيميائية الموزونة علشان نقدر نحدد النسب المولية لأي معادلة كيميائية لكل المركبات الموجودة. على سبيل المثال، خلينا نرجع لمثالنا اللي هو CH4 زائد 2O2 يعطينا CO2 زائد 2H2O. أقدر أقول إنه 1 مول of CH4 على مثلاً النسبة المولية حقته اللي هو 2 مول of O2. يعني مثلاً أقدر أقول 1 مول of CH4 لكل مول 2 مول O2 مثلاً. وأقدر أسوي نفس الشيء إنه Cl أقسمها على هذه أو أقسمها على هذه، المهم إني أبدأ بالCl، ونفس الشيء مع البقية. مثلاً الأوتو مثلاً أقدر أسويها مع اللي هو أقدر أسوي لها نسبة مع CH4، أقدر أسوي لها نسبة مع CO2، أقدر أسوي لها نسبة مع H2O، أقدر أسويها مع الكل. المهم انه يعطينا نسب مولية حسب المعادلة الكيميائية اللي عندنا. لازم تكون المعادلة موزونة. نكمل هنا. From this reaction equation it's possible to deduce the following mole ratios، اللي هو نفس الريشيوز اللي قلتها قبل شوي، اللي هو 1 مول of CH4 يعطينا 1 مول of CO2 له 1 مول of CH4 2 مول of H2O مثلا. بس ما أدرى أنه خلني أصحح اللي قلت قبل شوي، أنه CH4 يعطينا مع CO ويعطينا مع CO2 عذرا، وعندنا مع H2O نفس الشيء، هنا مع الأكسجين، مع هنا مع هنا نفس الشيء، وحتى العكس هنا نقدر نقول مع هذا ومع هذا، ونفس الشيء مع هذا ومع هذا نفس الشيء كل واحد. مهم انه واحد reactant وواحد produce، هذا المهم. نقدر نقول برضو نفس الشيء بعد. اوكي مو غلط مني، فعدل صح انت اللي قلته، فاللي قبل اللي قلته صح. خلاص نقدر نقول بعد 1 مول of CH4 2 مول of oxygen. المهم انه يعطينا لنا علاقة بين ال CH4 مع كامل المعادلة، انه بدأ بينهم علاقة، بينهم راشيو، بينهم نسبة محددة. ونفس الشيء 2 مول of O2 1 مول of CO2 وهكذا لين نخلص كل الراشيوز. المهم ان هذه بعض الراشيوز الموجودة. راح شلون راح نطبق؟ راح نطبق في هذا المثال. اوكي انا حليته بيني وبين نفسي، وراح اللي هو الفقرة الثانية وراح ارجع احل معاكم. فخلني امسحها هنا. راح نحتاج حاسبة بما انه بيعطينا مولات وهكذا، وهذا هي الحاسبة جنبنا. Watch the video and try solving this problem. If 4.44 of moles of O2، يعني عندنا 4.44 moles of O2 react with excess hydrogen. How many moles of water are produced؟ يعني عطانا ياها الناتج هو الواتر.
فراح نكتب المعادلة الموزونة أول شي قبل لا نبدأ نحل وكل شي. أول خطوة نحتاج المعادلة الموزونة، فراح نقول H2، راح نتعلم كيف نوازن المعادلة، زائد O2 يعطينا H2O. هذه المعادلة مي موزونة، أنا راح أوزنها. أوكي الحين إحنا عندنا 2H في الناتج 2H، لكن عندنا O2O طلع لنا بالناتج 1O، فلازم نضرب ال H2O في 2. بما أنه ضرب من ال H2O في 2 فمعناها أنه لازم أضرب الهيدروجين في 2، لأنه every H2 تنتج لنا 2H2O اللي هو every يعني 2 مول of هيدروجين مع 1 مول of أكسجين يعطينا 2 مولز of H2O. راح نكتب المول راشيو، المول راشيو اللي هو بين الأكسجين والهيدروجين علشان ينتج لنا الماء. فنقول انه نبدأ بالهيدروجين 2 مول of H2 على 1 مول of O2، هذه الراشي. بما انه قال 4.44 مول of أكسجين راح نسويها نسبة وتناسب، يعني يساوي، راح أبدأ نفس الشي بال H بعدها ال O. بما أنه عطاني هنا ال O معناها أنه ال H مجهولة، فنقول أنه X على اللي هو 4.44، وش نسوي؟ بنسوي ضرب تبادلي، فيصير X المجهول يساوي 4.44 مضروبة في 2. عندنا هنا الحاسبة على جنب، أقدر أقول 2 مضروبة في 4.44 عطاني 8.88، فالناتج راح يصير 8.88 مول of H اللي هو O2، وهي نفس النسبة إلى الماء. بما أنه 2 مول of H2 أعطاني 2 مولز of H2O، فالناتج 8.88 هي الصح. لو أنه مختلف كان استخدمنا النسبة اللي هو أقدر أقول بدل 2 مول of H2 أقدر أقول 2 مول of H2O، لأنه نفس الشيء، بس عشان كده استخدمت ال H2O. وإلا الأيديال اللي هو الصح، الصح أنه نستخدم ال O مع ال H2O، بس أنه استخدمت ال H. ليش؟ لأنه نفس عدد المولات، أنه هنا 2 وهنا 2، بس الأصح إيش؟ أنه نستخدم العنصر اللي هو اللي طلبوا منا، مثلا طلب منا الماء، أوكي هو تفاعل مع الهيدروجين لكن هو طلب منا المولات مال الماء، فنفس الشيء نفس الطريقة، فيعطينا هذا الناتج اللي هو 8.88 مول. نجي للي بعد اللي حليته بيني وبين نفسي، اللي هو balance the following equation and determine the number of moles of H2O produced when 1.65 moles of NH3 react. وزنت المعادلة بيني وبين نفسي بهذا الشكل، إنه 4N معها 4N، 3H أدرن 12H، هنا 12H 3O2، هنا 3O 6O، نفس الشيء 6. هكذا وزن المعادلة أول حاجة لازم نوزنها. بعدها طلب منا إيش؟ number of moles of H2O، معناها راح نسوي الراشيو هنا
بين ال NH3 و CO2 عذرا H2O. فوش راح نسوي؟ راح أقول 4 مول of NH3 نفس الطريقة على 6 مول of H2O يساوي. اوكي هنا عطانا المولات حق ال NH3 اللي هو نقول 1.65 على المجهول اللي هو مولات المي اللي راح ينتجها اذا تفاعل 1.65 مولز of NH3. راح نساوي ضرب تبادلي نفس الطريقة. نقول انه X بتساوي 6 مضروبة في 1.65 مقسومة على 4. نحسبها بالحاسبة انه 6 مضروبة في 1.65 مقسومة على 4 مثل ما قلت يعطيني الناتج 2.457 مول حق ال H2O. وتقدر تقول عنه 2.48 لو نقربها مول of H2O. يا بتبي تشوف السولوشن نفس ما قلت the chemical equation is زي ما قلت 2H2 زائد O2 يعطينا 2H2O 4 مول of O2 ضرب 2 مول of CH2 مع مقسومة على 1 مول of O2 زي ما عطانا 8.88 مثل ما حليت. أنا حليته على الهيدروجين لأنه نفس المولات، لكن لو أن المولات اختلفت راح أستخدم الأكسجين مع الـ H2O. لازم ننتبه لهالشي. اللي بعده زي ما وزننا 4 NH3 زائد 3O2 يعطينا 2N2 زائد 6H2O. لو تبوني أشرح شلون راح نوزنها راح أشرحها على السريع. أول شي راح نبدأ نحسب عدد الذرات للطرفين، مثلا هنا N1 معها N2، نفرض أنه نقول أنه 2 هنا 1، ونقول أنه بما أنه هنا 2 NH3 المفروض أنه عندنا 3 H2O، لكن الأكسجين ما راح يكون متزن لأنه O2 طلع 3O، O2 2 طلع لنا O1 3O، ما يصير يعني 2O إلى 3O ما يصير. فراح نستبدل أنه بدل ما أقول H2O 3 راح أضاعفها أقول 6. دائما نستخدم ضرب، بما أنه قلت هنا 6 راح هنا أضاعفها 4، فراح يصير هنا 4NH3 زائد، ونفس الشيء هنا بما أني قلت 3H2O راح أقول هنا 3O، فصار عندنا المعادلة الموزونة بهالشكل اللي هو 4NH3 زائد 3O2 يعطينا 2N2 زائد 6H2O. راح نستخدم الراشيو اللي استخدمناها في سابقا نفسها اللي هو 1.65 مول of NH3 مضروبة في 6 مول of H2O مقسومة على 4 مول of NH3 بنفس الطريقة اللي أنا استخدمتها هنا، بس اللهم الفرق اللي استخدمت نسبة وتناسب وهو مباشرة
سوا بهالشكل. أنا أفضل نستخدم نفس الطريقة هنا اللي هو نسبة وتناسب، أسهل لنا في الحسابات وما نتبهدل وكل حاجة، فيعطينا نفس الناتج بالتقريب 2.48. learning check how many moles of اللي هو calcium hydroxide are required to react with 1.36 moles of عطانا حمض ال شو اسمه الفوسفات اللي هو الفوسفوريك لو كده to produce ما علينا من الأسماء. المهم to produce Ca3PO42 according to the equation، عطانا الإكواشن متوازنة وكل شيء، ما يحتاج نوزنها، موزونة وكل حاجة. فراح نستخدم المول راشيوز. أوكي هنا نبدأ بال CaO بما أنه بدأ فيه، فنقول 3 مول of CaOH عذراً خنايد OH 2 equal to اللي يعطينا، شوفوا ركزوا هنا اللي هو H3PO4 اللي هو موجود هنا، فنقول equal to mol of H3PO4 to produce اللي هو راح نطلع النسبة المولية. فش نسوي؟ راح أقول 3 مولات من CaOH عطانا المعلوم اللي هو مولات ال H3PO4، فنقول إنه المجهول هنا على 1.36 بنفس الطريقة ضرب تبادلي، فيصير إكس تساوي اللي هو 3 إكس تساوي اللي هو 3 مضروبة في 1.36 على 2، فنحسبها بالحاسبة اللي جنبنا هنا شلون، اللي هو 3 مضروبة في 1.36 مقسومة على 2 يعطينا انه المتفاعل زي ما اقول هو طلب عدد مولات CaOH 2، فنقول انه الناتج 2.04 مول of CaOH الكل 2، فهذا هو الناتج. ما علينا to produce ما ادري ايش، هو طلب وشو مول of CaOH، فنستخدم الراشيو اللي هو CaOH2 مع ال H3PO4، نستخدم هذا الراشيو علشان نطلع كم مول انتج لنا اللي هو كم مول تفاعل من ال CaOH2 علشان ينتج لنا CA3PO4 الكل 2 اللي هو 2.4 بما انه تفاعل مع 1.36 وهكذا. هنا يقولك mass calculation for reaction بنفس الطريقة حقت اللي قبل، لكن الفرق أول شيء راح يعطينا كتلة، بعدها إحنا راح نحول الكتلة إلى مول ونستخدم نفس الطريقة اللي شرحتها قبل، بعدها راح نرجع المولات إلى كتلة،
يعني أعلى الطريقة نفسها، أنه مول راشيو وضرب تبادلي وهكذا ونسبة تناسب، بس اللهم الفرق أنه راح نستخدم المولر ماس. يقول لك given a balanced chemical equation, if we start with a given number of moles of a substance, we can calculate the mass of another substance involved in the chemical equation. معناها لو أننا بدأنا بمولات substance، أي substance في الحياة، على طول نقدر نحسب. We can calculate the mass of another or vice versa using the following. اللي هو هنا لو زي ما قلت أنا، هو راح يعطينا بالجرام مثلا أو عادي يعطينا بالمول، على طول نحسب المولات، هو يطلب لنا how many grams، فنرجع نحولها إلى grams. بس إنه لو عطانا في السؤال جرام وهو يبي كم جرام يتفاعل، ما نقدر نحدد على طول، لازم بالمولات، فنحول الجرام إلى مول، بعدها نحسب حساب عادي، بعدين نرجع الجرام إلى مول. أوكي، بدل هالكلام الملخبط وكل هذا، خلنا نطبق هذه الطريقة. given a balanced chemical equation، أول شيء لازم نتأكد إنه balanced chemical equation. أول شيء covering the mass of substance to mole، لو نحول زي ما قلت قبل شوي الماس to mole باستخدام المولر ماس اوف A، يعني بما انه طلب من السبستنس A مثلا، راح نحول ال A من ماس الى مول. second covering moles of substance A to moles of substance B using the mole ratio، نفس الطريقة اللي شرحناها من قبل، المول راشيو. أول شيء راح نحول الماس إلى مول، بعدها راح نستخدم المول راشيو اللي شرحناها سابقا، بعدها converting moles of substance B اللي طلعناها بالراشيو to grams using the molar mass of B. المعادلة راح تكون جاهزة وكل حاجة، بس اللي علينا نحول اللي قبل من ماس الى مول، بعدين نستخدم المول راشيو، بعدين نرجع المول الى جرام زي ما قلت. شو راح نطبق؟ راح نطبق هنا. watch the video and try solving the problem. how many grams، ها هو هنا طلب grams of CO2 are produced if، هو اعطانا مولات جاهزة، if 2.9 moles of HCl are reacting according to the balanced chemical equation. بما أنه قال لك balanced chemical equation، ما يحتاج تحوس في المعادلة وتخبص لنا الدنيا، لا خلاص balanced is balanced، نستخدمها على طول. بس ما قال لك balanced chemical equation، أنت حاول توزنها لين ما تتساوى على الذرات. طريقة وزن المعادلة من قبل قلتها. اوكي خلينا نبدا الحين. بما انه قال لك HCl، فنقول 2 moles، نبدا بها 2 moles of HCl لكل له الراشيو حقه اللي هو يعطينا 1 mole of CO2، فنقول 1 mole of CO2. بما انه عطانا 2.9 moles وليس grams، ننتبه للوحدات. لو قال لك جرام راح يختلف، لاننا راح نحول الجرامز الى مولات بالمولر ماس لل HCl، نطلعه من الجدول الدوري وهكذا. بس هنا عطاني اياها على طول مولات، فما يحتاج نحول وكل شيء، على طول راح نستخدم الراشيو اللي هو 2.09 مول اوف HCl على
مجهول اللي هو مولات احنا راح نطلع مولات، ركزوا معاي، مولات وليس كتلة. فراح نضرب ضرب تبادلي نفس الشيء، فراح يصير x تساوي 2.09 مضروبة في 1 على 2، او نقدر نقول 2.09 على 2 نفس الشيء. فراح نستخدم الحاسبة نقسم ال 2.09 على 2 يعطينا الناتج زي ما هو 1.045. لكن ركز، هذه عدد المولات وليس الكتلة، فنقول 1 مول. فوش راح نسوي؟ راح نطلع المولار ماس اوف سي او 2. الاو 32، السي 12، مجموع 44. فناخد المولات اللي طلعناها اللي هي 1.045 نضربها في 44. 44 من وين طلعناها يا استاذة؟ الكربون المولر ماس حقه 12، الاو بما ان عندنا 2 او المولر ماس حقه 32، اجمعهم مع بعض يعطينا 44 جرام لكل مول. فراح نقول 1.045 مضروبة في 44. فهذا هو هنا الحاسبة، ناخذ العدد نفسه نضربه في 44 يعطينا 5، اللي هو 45 مثلا 0.89 جرام. نقدر نقربها إلى 46، مو مشكلة، 46 جرام. فهذا هو الجرام of CO2 produced if فعلنا 2.9% مولات من HCl مع according to the chemical equation. اللي بعده يقول لك the balanced chemical equation as a follows، اللي هو CH4 زائد 4Cl2 يعطينا CCl4 زائد 4HCl. how many grams، طلب منا grams of HCl are produced by the reaction of، عطانا هنا جرامات of CH4. شلون راح نطلع، شلون راح نطلعها؟ اول حاجة زي ما قلت الجرام راح نحولها الى مول، لاننا ما نقدر نستخدمها مباشرة من مول اللي هو من جرام لجرام، ما نقدر، ما عندنا شيء. فراح نحولها الى مول. شلون؟ زي ما قلت نطلع المولر ماس للعنصر عذرا المركب اللي عندنا اللي هو مجموع المولر ماس اوف السي والهيدروجين هو الاتش 4. فنقول 12 نضيف عليها 4 حقه الاتش، الاتش كل واحده فيهم 1، السي 12، فراح يعطينا 16. فنقول انه عدد المولات يساوي عدد المولات يساوي اللي هو 100 جرام مقسومة على المولر ماس اللي هو 100 على 16، يعطينا كم؟ نحسبها من خلال الحاسبة اللي على جنب اللي هو 100 قسمة 16، هذه عدد المولات اللي هو
ستة بوينت خمسة وعشرين. هذه هي عدد المولات اللي نحتاجها علشان نحسب عدد الجرامات يعني أو هكذا اللي هو الراشيو. راح نبدي بالراشيو نكتبها الحين اللي هو بين ال CH4 مع ال HCl. فنقول 1 مول of HCl4 يعطي على يعني لكل مول من CH4 يعطينا 4 مول of عذراً 4 مول HCl. فراح ناخذها نسبة تناسب. عندنا المعلوم المولات حقة ال CH4 فنقول 6.25 على المجهول. نسوي ضرب تبادلي فراح يصير عندنا الاكس بتساوي 6.25 مضروبة في 4 مول هي. فنقول نفس العدد 6.25 نضربها في اللي هو العدد اللي عندنا 4 فيعطينا الناتج 25 اللي هو 25 مول of HCl. شلون راح نحولها إلى جرام؟ اللي هو عندنا 4 اللي هو راح نطلع المولر ماس of HCl. ال H فيها واحدة هنا وال Cl فيها 35 عدل 17 و 18 و 35 هو كده. فنقول انه 36. فوش نسوي؟ راح ناخد المولات 25 نقسمها على 36 اللي هو الكتلة بالجرام يساوي عدد المولات عذرا مضروبة بالكتلة المولية مقسمة فراح يطلع لنا هذا الناتج. هذا الناتج من وين طلع؟ طلع من بالتقريب 36.5 أو 36 كل واحد اللي هو 36 مضروبة في عدد المولات اللي طلعناها 25 نقدر نطلعها بالحاسبة اللي هو 36 مضروبة في 25 أعطانا 900 تقريبا أو عادي تقدر تقول 912. المهم تأخذ أقرب ناتج لأن هنا قال لك إنه ال Cl هو 35.5 أضاف عليها الهيدروجين اللي هو 5.1 أعطانا 36.5. 36.5 عادي قريبة من بعض ما راح تشكل فرق. فهذا هو الناتج عندنا 900 جرام أو 912.5 كل واحد عادي. المهم إنه الناتج قريبين من بعض فنقول الناتج 900. شلون راح نحول المولات الى كتلة؟ راح نضرب في الكتلة المولية. لو عطانا اللي هو الكتلة وطلب منا المولات راح نقسم. اتذكروا هذه القاعدة دائما. فانا غلط لما قلت انه قسمة، انا كنت اقصد ضرب. learning check تقدروا ان تحلونه مع نفسكم تختبرون فهمكم وتشوفون شلون راح يطلع، واذا ما فهمتوا تقدروا تسألوني واي سؤال. كده خلصنا.
أي سؤال يخطر على بالكم خلال عن هذا الدرس اللي هو لسنتين تقدرون تسألوني إياه، سواء خاص أو واتس أو تيلي أو في الجروبات. أنا متواجدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله يكون الشرح واضح عليكم.